لن نتجه إلى طولتنا. ماذا؟ ألم تسمعها يا ابن موسى؟ أعتقد أنني ما زلت أملك من القوة بحيث أستطيع أن أسمعك صوتي. عفوا أيها القائد، ابن زياد هناك الآن تحت رحمة الإمبراطور وقواته. ويتجه إليه الإمبراطور الآن بقواته، أليس كذلك؟ بلى. كل ما نبغيه الآن هو أن نبعد هذا اللذريق عن طولتنا، أفهمت؟ أنا لم أفهم يا أمير المسلمين. لا أنت تفهم ولا هو يفهم، وكأنني أقول ما يستعصي على الفهم. قوات القوط على رأسها لذريق يتجهون الآن إلى طليطلة، أليس كذلك يا يوليان؟ بلى أيها القائد. لو اتجهت أنا إلى طليطلة لسبقنا هو إليها، فهو أقرب إليها منا، وقضى على طارق وقواته وقابلنا. نعم، ولكن إذا اتجهت إليه من طريق غير التي سلكها طارق فإنه يوزع جهده وقواته، سيحار هل يتجه إلى طليطلة أم يتجه إلينا ليقابلنا، وهكذا يقسم قواته فتضعف، أو يتجه إلي بقواته كاملة ويترك طارقا. فإذا قابلنا بجيوشه الجرارة؟ لو جر إلي كل جيوش الدنيا، لو حاربتني الإنس والجن، لن أرجع إلى دمشق إلا من قلب بلاد الفرنجة لأحول بحر الروم هذا إلى بحيرة عربية، أسمعتها؟ لتندم أو لا تندم فعليك أن تدلنا على طريق آخر غير الذي سلكه طارق، أفهمت؟ سمعا وطاعة أيها الأمير. يوليان، تذكر أننا ما زلنا لم نكره أحدا على الدخول في الإسلام، ولن نكره أحدا يا يوليان. ماذا قلت؟ سيدي الإمبراطور، بلا مقدمات، قل لي أي مدد أتى إليهم؟ قائدهم العجوز أتى. أي عجوز يقود أي مدد؟ 18,000 من المسلمين. 18,000 يرجفونك؟ ماذا يفعل 18,000 أمام جيشنا هذا؟ لا تنسى يا سيدي أننا كنا نفوقهم في العدد في معركة وادي ليكا عند شرش. ها؟ لم نهزم لأنهم هزمونا، بل لأننا هزمنا أنفسنا، غدر بنا الموندو. قائدهم يا سيدي هو موسى، من فتح بلادنا. لأنكم تركتم له أرضكم. بل لأنه لا يعرف كيف يستدير بجواده، لا يعرف كلمة رجوع. ارجع إلى صفوف جندك. لن أرجع. عن طليطلة؟ لا، لن أرجع إلا إذا علمته كيف يرجع هذا الموسى. بعدها أدخل طليطلة وهو مربوط إلى ذيل جوادي. أسرع يا قيس، قل لقائدنا نحن في طريقنا إليه. أنترك طليطلة يا ابن زياد؟ أترك طليطلة؟ أم نترك جند المسلمين يقابلهم الإمبراطور؟ أرى أن نترك حامية هنا. كلا يا طريف، نحن بحاجة إلى كل جندي. خيرا فعل قائدنا موسى. الآن أنا لم أطلب لي إلا أن أقابل لزريق هذا قبله وأقتله بنفسي. هيا بنا. لما لا تجلس يا ابن الإمبراطور؟
لا أستطيع الجلوس وزوجك يرى الدنيا بعينيه. تريد أن تسمل عينيه هو الآخر؟ كتب علينا أن نسمل عيني بعضنا بعضا. كتب على أسبانيا كلها أن يصيبها العمى على أيدي أبنائها، بينما هذه الأمة تسعى جاهدة ليرى دينها الدنيا كلها. أما كفاك أن أتيت بهم؟ سل زوجك من أتى بهذه الأمة يجيبك. ماذا تكتب يا ابن رباح؟ أكتب أخبار الفتح يا قائد جند الله. أخبار الفتح؟ ما زلنا والفتح على مبعدة يا علي. اسمع يا أبا عبد الرحمن، من الله عليك يا قائد جند الله، فعبرت المضيق في رمضان عام 93 للهجرة، الموافق حزيران يونيو عام 712 للميلاد، وكانت أولى فتوحاتك شذونة ثم قرمونة، وهي أحصن مدينة في الأندلس. ثم توجهت إلى أشبيلية فامتنعت أشهرا وفتحها الله عليك. وها نحن أمام مردة يا ابن رباح وقد استعصت علينا. يفتحها الله عليك إن شاء الله. ها قد دار الحول وأصبحنا في رمضان للعام 94 للهجرة، وما زلنا أمامها. لم أرى سورا بهذه المنعة. السلام على قائد المسلمين. وعليك السلام، ماذا وراءك يا عبد العزيز؟ متوجه بإذن الله إلى أشبيلية لقتال من اجتمعوا فيها من القوط وقتلوا حاميتها المسلمة. هناك لبلة وباجة، لا تجعل القوطيين يعملون سيوفهم فيها، واحرص على ألا تتعرض لما يمنعك عنه دينك. سمعا وطاعة يا أبي. تصحبك السلامة يا ولدي، على بركة الله. قيس، كيف حالك يا قيس؟ بخير يا عبد العزيز. كيف تركت جند المسلمين هناك في طليطلة؟ جند المسلمين في طريقهم إلى هنا أيها الأمير. ماذا تركتم طليطلة يا ابن زياد؟ لماذا؟ قيس. نعم يا رباب. أحمد الله أنك ما زلت على قيد الحياة. أحمد الله أنك ما زلت تتمنين لي الحياة. وهل دار بخلدك غير هذا يا رجل؟ لقد عبرت مع الجند لأراك. حقيقة يا رباب، لا زوج لي إلا أنت. أحمد الله أنني لم أقتل. قال لي خالد إنك تمنيت الموت 1000 مرة. ماذا أقول الآن إذن؟ أقول إنني أتمنى الحياة 1000 مرة. قلها يا قيس، وادعو بطول العمر لأبي موسى بن نصير. تتأمل سيفك أو لا تتأمله، أنا لن أتزحزح شبرا واحدا من هنا إلا بعد بناء مسجد مارد. لقد أرسلت لهم من يدعوهم إلى الصلح والتسليم يا أبا راشد. اقتحمها يا رجل. مات من المسلمين خلق كثير يا صنعائي. وبعد يا أبا عبد الرحمن، وبعد، في كل مكان حللت فيه بنيت لله مسجدا. سيمن الله على مردى بمسجد إن شاء الله. والله والله يا أبا عبد الرحمن لأبنينه
حتى لو قتلت عند قبلته. أبشر يا أبا عبد الرحمن، أبشر. ماذا؟ قبل أهل مرد الصلح، أليس كذلك يا ابن رباح؟ بلى يا قائد جند الله، ألم أقل لك يا أبا عبد الرحمن، ألم أقل لك من الغد إن شاء الله أبني مسجدها. في الغد نقيم صلاة عيد الفطر في ساحتها، وبعدما ننتهي من صلاتنا تقيم مسجدك مكان الصلاة. والله والله إنهما لعيدان، عيد الفطر وعيد فتح مارتة. قلت أتركهم يستنزفون رجالهم أمام ماردة، فإذا بماردة تفتح ذراعيها لهم. كفانا انتظارا يا سيد الإمبراطور. كفانا انتظارا يا أركاد. أنا لإسبانيا أن يسهر هؤلاء العرب على خدمة أهلها. هيا. الحياة وإما الفناء يا فلوراندا. إما الصقر وإما الموت. سيف المسلم ما دام يضرج بدم المسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب. بعدها يرتد بصيرا يا ولدي.
الجنة تحت ظلال سيوفك يا بنت الإسلام. كذا أريق دمي للمرة الثانية يا أبي، أليس كذلك؟ صدقت مقولة العجوز، قتل يا أبي، أليس كذلك؟ نعم، قتل يا ابنتي مرة واحدة. تمنيت أن أقتله 1000 مرة. لا تتكلمي، لا تتكلمي يا ابنتي. قيس، دعيني أتكلم يا رباب. أنا أعرف أنها آخر كلمات ولن تسمعيني ثانية. وددت سماعك العمر كله. كنت أريد أن أعيش 1000 مرة، وعندما تمنيت الحياة إذا بالموت يفاجئني بحثت عنه طويلا فلم أجد. أستحلفك بالله أن تصمت.
أخيرا ربحت الصفقة يا رباب. كفاك يا قيس. نعم كفاني، أنني كسبت الصفقة لصالحي. أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل أيها الكونت. لم تعد لي حاجة في هذه البلاد يا سيدي. وما عادت لنا حاجة عندك؟ هل يسمح أمير جند المسلمين أن أعود إلى سبتة؟ لك ما شئت أيها الكونت. أرسل معي من يسلمها لي. أتخشى ألا نسلمك مدينتك؟ ما بقي لي يا سيدي إلا حصني ألوذ به حتى ألحق بابنتي. هكذا الدنيا دائما يا سيد الأمير، نلهث دائما وراء الموت. أرجو ألا تكون ناقما علي، وأرجو أن تصفح عني. لا يا. بل أشكرك يا كونت، وأدعو لك الله أن يسبغ عليك صبرا من عنده. يا ابن الرباح. لبيك يا قائد جند المسلمين. اركب لساعتك واقطع على مغيث الرومي طريقه واذهب به إلى دمشق. خيرا يا سيدي. خيرا إن شاء الله. ألا تريد أن تكون بشير الفتح لأمير المؤمنين؟ هيا يا رجل، قل لأمير المؤمنين من الله علينا بالأندلس. من أنت؟ أين إمبراطور الجميل؟ تكلم، قل لي من أنت؟ أنا أركاد يا سيدي. نذير الشؤم، قتل ولدي، قتل هذه المرة، أليس كذلك؟ انطق. حاولنا أن نسترد إسبانيا وضحى بحياته من أجلها. لم يمت ولدي، لم يمت رودريكو. سيدي الدوق. أي سيد أنا وأية أمة أنتم؟ أمة قدمت نفسها إربا لأمة يجمعها دين يا سيدي. قدمت نفسها إربا، تسابقنا في التمثيل بجثة أمتنا، وتسابقنا في سمل أعين بعضنا البعض. أخيرا أسمع من يقولها. أخيرا أبصرنا بعد عمى، وسمعنا بعد صمم يا سيد الدوق. إذا كنت أعمى فلست بحاجة إلى محايرة يا ولدي. أعتذر يا سيدي، إنما أردد ما قلته طويلا ولم يسمعه أحد. خذ بيدي إذن. إلى أين يا سيدي؟ لا مكان لنا على هذه الأرض الآن. خذ بيدي عبر دروبها ووديانها، أبحث عن ولدي
إمبراطوري، أناديه مليكي، من كانت الدنيا تدين له بالولاء، فأصبح بلا أنيس في ظلمة قبره، وأصبح أبوه في ظلمتين، ظلمة الكرب فوق ظلمة العمى. يا إمبراطور الجميل، قل لي أركان يا أرضنا ومنبت الحياة فينا، يا ولدي المتوج، يا أملنا ودنيانا، نحن ننتظر، نحن ننتظر، نحن ننتظر، نحن ننتظر، نحن ننتظر. السلام على قائد جند المسلمين. أعرف أنني أخطأت ولم أرها أوامر قائدي. أشهد الله يا قائدي أنني لم أطمح في شيء إلا في أرض يذكر فيها اسم الله، وأشهد الله أيضا أنني ما هرعت إلى طليطلة إلا خوفا من أن يصلها أولاد غيطشة ويحصنها القوت. أتوسل إليك ألا تدعني هكذا، مرني بشيء، مرني بشيء حتى ولو بقتل نفسي، لن أتردد. سأغمد سيفي هذا في صدري، مرني يا قائدي. هل تنتظر أمري يا ابن زياد؟ ولن أتوانى لحظة عن تنفيذه تكفيرا لمخالفة أوامرك. لن آمرك إلا بشيء واحد، ألق بنفسك في صدر أبيك أيها القائد العظيم. ها؟ لا تريد أن تنفذ أمري هذا أيضا؟ فلينفذه أبوك هكذا؟ هيا يا طارق، هيا لنعود إلى طليطلة، فقد اعتصم بها القوت واحتجزوا حاميتها. هيا. لا إله إلا الله، الله أكبر. أنت سيدة هذا القصر يا ابنتي؟ لا سيادة إلا للمنتصر يا سيدي. لا سيادة لغير الله يا ابنتي. لن أقول لك تفضل بالدخول، فما عدت أملك أن أقولها. تفضلي يا ابنتي، تفضلي. أأنت الأمير موسى والد عبد العزيز؟ نعم، وأشكرك على رعايتك له. بل أشكره لرعايته لي. أبيك؟ وعرش زوجي.
قول لي، من منكما يطمع في الجلوس على العرش؟ سيدي القائد، وعدتني أن ترد إلي عرش أبي. أرد إليك ما كنت تملك، أما من يجلس هنا فليس أنت. هي إذن؟ ولا هي أيضا. يا طارق، نادي لي راهب هذه المدينة. راهبها؟ نعم، هو أعلم الناس بأهل دينه، فليكن حاكمهم. أيعجبك المقام هنا؟ أأنت الإمبراطورة؟ كنت الإمبراطورة، والآن يجمعني وإياك قصر نعيش فيه. آمل أن أكون قد تسببت فيما تكرهين. ما أبلغكم وأرق مشاعركم أيها العرب؟ لا عجب، فأنت أخت العزيز. العزيز؟ الأمير العزيز. نعم أخي. لم أره معكم. أشكرك على إبقائك على حياته. هل هو مقبل إلى هنا؟ نعم. متى؟ لا علم لي. هل ظل ينتظر فتاة أكثر من 15 عاما؟ ولم تتزوج كما قال لك؟ قال لي إنه لم ينظر إلى غيرها. ما قال لك إلا الصدق. أي فتاة ترفض رجلا كالعزيز؟ أنا. أنت؟ ألا أستحق أن ينتظرني؟ أعتذر يا ابنة الأمير، ألم تقولي إنك أخته؟ هو الآن أعز من أخي، ولن يكون إلا أخي، فلا تكلفي نفسك مشقة الخجل أو الاعتذار. عليك أن تختاري يا ابنتي. أي خيار أمامي يا أبي؟ قولي يا رباب، أي رجل تختارينه زوجا لك؟ أنا لم أطلب الزواج. لا ينتظر أبوك حتى تطلبي، علي أن أرى بنفسي. هل ترى أنني بحاجة لرجل يا أبي؟ يأمرنا ديننا بذلك يا رباب، والرسول الكريم يأمرنا بأن نتقي الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. وأنا الضعيفان معا يا أبي، امرأة ويتيمة أيضا. زد على ذلك أنني ثقة في زوجي. أما عن يتمك يا ابنتي، فهذا اعتراف منك بأنني لست أباك. وأما عن فقد زوجك، فقد نال ما تمنى، وما أتمنه أيضا ما بقي لي من العمر، الشهادة. قولي يا ابنتي، فهناك من ينتظرك، وإلا فلتختاري من الرجال من ترينه عوضا عن زوجك. لقد اخترت يا أبي. من؟ قولي يا رباب. اخترت هذا الجنين الذي بدأ يتحرك في أحشائي. أليس أحق بي وأنا أحق به؟ وأرى أنه خير عوض عن أبيه. قائد جند المسلمين يا ابن ملوك. ما هذا يا عبد العزيز؟ تعال معي لتعرف.
فك وثاق الرجل يا عبد العزيز. أبي أرجو. قلت لك فك وثاقه، لا تدخله إلى مجلسي مكبلا بالحديد. فك وثاقه. قل ما شئت يا ابن موسى. أبي، هذا الرجل خدعني. خدعك كيف؟ حاصرت مدينته وهي باسمه، اسمها تدمير، ورأيت كثرة حرسه على الأسوار فعقدت معه صلحا، فإذا بي بعد دخول المدينة أجد أن الحرس معظمهم من النساء. من النساء؟ كيف يا رجل؟ سيد الحاكم، قتل معظم رجالي فأردت أن أوهمه بكثرة الحرس والجند في قلعتي، ألبست النساء ملابس الرجال. وأوقفتهن على الأسوار فأدخل في روع كثرة جنده. فعقدت معه معاهدة الصلح. ولكنني عزمت على قتله. ولماذا أتيت به إلي إذن ما دمت قد عزمت على قتله؟ لتحكم بيننا؟ دعني أحكم إذن. هيا اقرأ وثيقة الصلح يا ابن موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غندريس، إذ نزل على الصلح أن له عهد الله وميثاقه وما بعث به أنبياؤه ورسله، وأن له ذمة الله عز وجل وذمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يقدم له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء، وألا يسب ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم، ولا يقتلون ولا تحرق كنائسهم ولا يكرهون على دينهم. كفى كفى. والله لو قتلت الرجل لقتلتك. ماذا؟ ماذا تريدني أن أفعل بعدما أسمعتني؟ إنما الحرب خدعة يا عبد العزيز، وتذكر قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. أرأيت يا سيد القائد، قلت لك على المرء أن يكسب دائما. انصرف يا رجل. الشكر سيد القائد. يا ابن زياد. لبيك يا قائد جند المسلمين. جهز رجالك، فما زالت الأندلس بحاجة إلى رجالنا. وأنت يا عبد العزيز، أمرت بصك عملة ذهبية، فتابع صكها وكن على رأس كتيبة من المسلمين للعبور إلى ما وراء حدود الأندلس. جزاك الله عني خيرا يا أبي. اتجه أنت شرقا وسأتجه أنا غربا، نلتقي إن شاء الله بعد أن نصل عند أطراف الأندلس. سر على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. مرحبا بك يا رسول الخليفة. الخليفة يأمرك بالرجوع يا سيدي الأمير. ماذا؟
الرجوع. الرجوع إلى أين؟ إلى دمشق. لما الرجوع يا ابن رباح؟ يخشى على المسلمين مجاهل هذه البلاد يا أبا عبد الرحمن. هل شرحتم للخليفة كل شيء؟ وأصر على عودتكما أنت وطارق. لما؟ ماذا حدث؟ ما أتينا إلا لنبلغك رسالة الخليفة وأوامره يا سيدي. لم يبق إلا جليقية هنا في بلاد الأندلس، وبعدها أعبر إلى بلاد الغال، ثم روما، ثم قسطنطينية، وأعود بعد ذلك إلى دمشق إن شاء الله. ويتحول بحر الروم إلى بحيرة عربية. نعم يا مغيث. قلت للخليفة هذا فارتجف. أخفته يا مغيث؟ يعلم الله يا سيدي أنه ما كاد يسمع حتى أمرني بالرجوع لأعود بكم. وأنا أمرك الآن بأن تصحبني في فتح جليقية، أكثر بلاد الأندلس وعورة. عزيز، أحمد الرب على سلامتك. كيف حالك يا إيجيلونا؟ أنتظرك. وأنا أسرع إليك طوال طريقي، ألهب جوادي كي أراك. ألم يعد أبي؟ قالوا إنه سوف يعبر بلاد الغالي إلى روما. يعبر إلى غاليا؟ هذا الرجل يحيرني، يحيرنا جميعا. جاوز 76 ولا يريد أن يترجل من على جواده. سأصل إلى حاضرة ملككم عن طريق روما كما قال يا عزيز. لا أستبعده. هل تعرفين أنه يلقبني بموسى الأصغر؟ لو أنجبت بلادنا رجلا مثل موسى بن نصير لأطبقنا على الدنيا كلها. هذه أنت يا غالية عند موطي أقدامنا، ويقيدنا أمر الخليفة. طال وقوفك هنا يا أبا عبد الرحمن. بل طال شوقي للوصول إلى هنا ثم إلى روما، ولكن تبكي يا أمير جند المسلمين؟ إذا لم أبكي الساعة فأي ساعة أحق بالبكاء؟ يخاف الخليفة مغبة الفتح. آه يا ولاة الأمور، لو ساعدتموني، لو ساعدتموني لأقتحم لكم أبواب روما وقسطنطينية العظمى وأفتحها بإذن الله. رسول الخليفة ينتظر لتعود معه. أعرف، أعرف. أرسل الخليفة رسولا آخر وأمره أن يعود بي وبابن زياد ولو مكبلين بالأغلال. سمعا وطاعة يا خليفة المسلمين. أبيك يا عبد العزيز. راحل يا قائد جند المسلمين. قضي الأمر يا ولدي، فكن هنا موسى، ليس موسى الأصغر بل موسى الأكبر، واحكم بما علمك الله، وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم،
ولن تضل إن شاء الله. أين رباب؟ تنتظرك يا أبي. لن ترحلي يا رباب؟ دعنا هنا على أرض الله يا أبي. ولكنني يا ابنتي عائد. أنا عائد إلى دمشق وليس عن طريق روما. هنا عبد العزيز وإخوتي من المسلمين. لماذا سألت علي إذن؟ لتسمي ولدي. ولدك؟ وولد قيس. أهذا أنت يا ولد رباب وقيس؟ هو ما خرجت به من رحلتي في سبيل الله. تعال تعال يا حفيد البصري تعال. كأنك والفتح على موعد يا ولدي. ولكن لماذا تأخرت كل هذا الوقت الطويل؟ تأخرت أمه. ما تأخرنا. بما تريدين أن أسميه يا رباب؟ لم أسميه من شهور انتظارا لعودتك. سميه يا أبي. ليتك تستطيع أن تختار لك اسما يا ولدي لتمارس حريتك من أول لحظة. ولكن على بركة الله أسميك لتكن على اسم كليم الله، لتكن موسى. وعاد موسى بن نصير بغنائم وأسلاب من الأندلس لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وفي عام 97 للهجرة من الله عليه واستجاب لدعائه فمات بجوار قبر الرسول الكريم وقد بلغ من العمر 78 عاما. رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا الله بذكرى هذا القائد الفاتح العظيم موسى بن نصير.